بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الأمسية الطيبة نلتقي مع أحد شخصيات مدينة مسعد، جزء من تاريخ هذه البلدية أو هذه المدينة الطيبة، مدينة العلم والعلماء. نلتقي مع أبينا الحاج محمد العيب. الحاج محمد، أولا كيف هي الأحوال؟ الحمد لله على كل حال، هذه فرصة طيبة. الحاج محمد، دائما سؤالنا المعهود الذي نسأله، من هو محمد العيب؟ العيب محمد من مواليد 1950، مسعدي أصلا، زدت في مسعد وتربيت في مسعد وقرأت في مسعد حتى النهاية، أنا من مسعدي ولا بديل من مسعد. أين درست المرحلة الابتدائية؟ في مسعد. أين؟ في المدارس؟ مدرسة الرايس حاليا. بديت في الدراسة عام 56 1956 حتى 64، آخر نهاية 64 الدراسية. من بعد انتقلت إلى المتوسط في الجلفة. عند في المرحلة الابتدائية، هل تتذكر المعلمين الذين درست على عندهم؟ أتذكرهم. ممكن تذكرنا المعلمين تاعك؟ اللي بديت عنده واحد اسمه مراد عيسى الله يرحمه. الله يرحمه. هو تاع سنة أولى. سنة ثانية واحد اسمه طيبوني الله يرحمه. سنة ثالثة الأحرش فيصل. ثالثة والرابعة، ثالثة والرابعة في سنة واحدة. في سنة واحدة. خاشي كنت ذكي وكنت الله يبارك عقا من الثالثة عقا من الرابعة هو اللي قرانا. سنة خامسة عند واحد اسمه مسيو ميور جاوري، كنا نقراو فرنساوية محضة، ما كانش العربية في الليكول، كان الفرنساوية كلش بالفرنسية. كلش بالفرنسية. والسنة السادسة والأخيرة عند مسيو بيران. مسيو بيران. بيران برنار كامي يسموه. ومن رحنا عقبنا الامتحان تاع الشهادة البدائي والسيام في عام 64، السنة الدراسية 63 64، كنا 12، احنا زوج اللي جبنا الشهادة البدائية، انا وقماري احمد. الحاج محمد، بالنسبة فهنا في المرحلة في السنوات الابتدائي كان هناك الضرب؟ ها؟ الضرب كان بط معقول، ماهوش بط. وخاصة يقولوا باللي كانوا المعلمين تاع الفرنسيه كانوا عندهم البط. لا لا لا، البط حاجه كاين قانون علقوه كاع باللي الشاتيمون كوربوريل ممنوعه في وقت القوات البدنيه ممنوعه، تعليمات بصح يبطوا بالمسطرة بط خفيف. يتكلمون كثيرا عن مسيو بيرا هذا. مسيو بيرا كيفاش كان يعاملكم مسيو بيرا؟ كيف كانت المعامله بينكم وبين هذا المعلمين الفرنسيين؟ المعلم هنا هذا تاع سنه اولى كان الوحيد عربي اللي قراني الاول من جا، كان يجي مستحمل الشيخ نتاعنا الوالد تاعي، كي نتغيب ما يجيش. علاه؟ لا يعود يقول له راه تغيب ولا عذر. كي نروح ليه يعطيني بطني باه يعاود يعود يجي، ما يقبلش الا العذر. هو اصله من الاقوى وراح للبليده، حتى نشد مدير تربيه في البليده ومدير تاع المتوسطه تاع العربي التبسي في البليده. المرحله الابتدائيه هي مرحله الطفوله، كيف كانت طفوله محمد العيب؟ الطفوله كنا العربيه داموا نقراوا القران، نقراوا في الجامع قدامنا نروحوا لكل، لازم داموا الجامع ونقراوا اللوحه. العربيه تعلمناها في الكتاتيب. الكتاتيب العربيه بدات في 63 في مسعد، اول معلم تعين هو السجابري. السجابري هو من دخل التعليم جا لمسعد، وجماعه مش مالفين بالعربيه عادوا يسمى مش حاطين معاه القليل، غير احنا بعض التلاميذ انا وهلو محمد بعض الجميع اللي نتبعوه، والاخرين والو ساكن
عانى من تعب فيها. ويا اخي الحمد لله. الطالب اللي قراكم في الجامع وينه؟ سي احمد الزنيني. سي احمد الزنيني الله يرحمه. كيفاش كان يعامل فيكم سي احمد الزنيني؟ سي احمد الزنيني الفارقه على ذم تعبت. الدعوه في هي الفلاقه دائما لمن؟ لا لا اللي يعود اللي ما يحفظش او لا لا اللي يعود ماهوش حاط معاه. معناه اللي ما يحطش ولا اللي يولي مشاغب شويه يعود يولي يدير الفوضى. سي احمد الزنيني كيفاش كانت معامله اولياء انت وعكم مع المعلمين تاعكم؟ كيفاش كانت العلاقه وكيف كانت المعامله؟ بالطبع الاولياء هنا كي يبطنا الطالب يفرحوا ويروحوا ليه يكلوه يشكروه. مش كي درك كان يتمثل الشير يشكاو به ولا يديروا له قضيه بالله. انتهيت من مرحله الابتدائي وانتقلت الى المتوسط، اين درست المتوسط؟ في جلفة. ساعة ما كانش متوسطة احنا. مرحلة المتوسطة ديما تاع جلفة. في سنة 64 65. هذه أول سنة، السنة الأولى متوسط. سنة خامسة، احنا دخلنا السنة الثانية متوسط. عندنا الشهادة الجزائرية والسيدة دخلنا طول خامسة متوسط. قداها بقيت في المتوسط كم درست سنة؟ قداها قريت عام؟ عامين ونص ثلاثة. ما طولش. بعدها؟ بعدها دخلت التعليم انا في 67 دخلت التعليم. دخلت كمعلم في المدرسه الجزائريه. في 67 1967 اول مدرسه تعينت فيها. مدرسه الاخلاص. في الجلفه. هذيك المدرسه القديمه كاع. بديت فيها. الحق انا بديت من الاخلاص. تاريخية وقديمة وبنت جمعية العلماء. ايه جمعية علماء المسلمين. هذيك راه بناوها البشير الابراهيمي الله يرحمه. ايه العربي التبسي ومارك الميدي. ومن بعد العام الاخر تعينت في زكار. 68. ايه 68 تعينت في زكار. زكار. ثاني بلد تاريخي. تاريخي. تاع الرومان. ما طولش في زكار قاعد شهرين ومن بعد تعينت في دمد. من الرومان تاع ذكر الرومان تاع دمن. تاع دمن. من التاريخ الى التاريخ. محظوظ انا بديت في الحوايج دمن. الحوايج الزينيه. الحمد لله. من مدرسه الاخلاص الى ذكر الى ذكر الى دمن. ومن بعد ديت. دمن كم بقيت فيها؟ في سي عبد الرحمن طاهر المدرسه. سي عبد الرحمن طاهر. هذيك اول مدرسه الاولى القديمه. في مسعد. ايه. مش قبلها سي عبد العطيه. لا 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 هي سمعت هي اقدم مدرسه هي اقدم مدرسه في مسعد ومن بعد الرئيس فتح في 54 حولوك ساعه التلاميذ الرئيس كم بقيت في سي عبد الرحمن طه؟ عامين ونص ولا ثلاثه حتى جيت للمتوسطه جابوني للمتوسطه ثم سي احمد العطيه قعدت فيه شهر وثم سيدي نايم قد بقيت فيها سيدي نايم؟ سنين ومن بعد شديت مصلحة الكتب المدرسية. ايه مصلحة الكتب المدرسية. يسموها سيدي ليبي. ايه. تاع توزيع الوثائق. توزيع الكتب والوثائق. ايه. وشديت مستشار التغذية. ومن بعد انخلطت في السياسة عدت الانتداب والصواب. على السياسة مازال ايه. الحاج محمد عندما نتكلم عن انت درست في الابتدائي ودرست في المتوسط. أيه. كيفاش كانت رحله المتوسط التدريس في المتوسط؟ كيفاش بدات؟ الفرنساويه انا كيفاش بديت في المتوسط؟ بديت عادي والتلاميذ تاعي الله يبارك لهم في المتوسطة أول متوسطة هي شيء بتجاني أول ملحقة أول ملحقة متوسطة ملحقة راها من بعدها ولات متوسط ملحقة قاطرة هي كانت كاع الرئيس محمد لا ما كانش كان أقسام راها شيء بتجاني كانت منفصلة على الرئيس بصح درنا فيها المتوسط متوسطة درست الفرنسية والإنجليزية كيف هل كنت انت مختص في ال عندي الفرنسيه هي بطبعا الفرنسيه هي خلاص والانجليزيه عندي مبادئ في الانجليزيه وجدت كانت بعثه بريطانيه هنا نتاع الصحه نتاع الصحه كنت عندي علاقه بهم ودائما يقول لي قرينا الفرنسيه ونقرا الانجليزيه كسبت معلومات ساعدتني بها قري قريت بالشيء اللي عندي ما خليتش
ما خليش فراغ انا، المهم يعطيك المتوسطات نجح لنا. اولا عندما كنت معلما، كيفاش كانت المعامله بينك وبين التلاميذ نتاعك؟ انا كنت عنيف شويه، نبط حتى وانا صغير نبط، بصح يحترموني. هذاك الجيل هذاك الوقت فرق كبير في الجيل هذا. انا كانوا بعد وقتها تقلدت مدير المدرسه. تقلدتها في الثمانينات. تعينت في صدر حال. تعينت بلا ما رحت. ساعتها قلت لهم اعطوني مدير، كنت منتدب في البلديه. اعطوني المؤسسه هذيك تاع القدس، انا اللي بنيتها. حطيت مرتبتي وخدمتها خدمه على النمط تاعي. حتى التدفئه المركزيه درتها فيها شوفار سنترال. شوفار سنترال. ما كانش مرتبتها فيها شوفار سنترال. درت فيها شوفار سنترال وشديتها مدير، ومن بعد خليتها قعدت شكالي النايب تاعي. شكالي الاخضر. الاخضر. ومن بعد خرجت انا منها، انتدبت في البلديه طول. من بعد زدت في الاخير تاع الموندا تاعي بنيت سي بن عياش. سي محمد العياش. كانت بارك تاع البلديه. جانا مشروع تاع 12 قسم. اما لا قلت لهم نبنوه في البارك. هذه البلاصه ما فيهاش مدرسه وسيدنا عليها ضغط كبير، باه نحولوا التلاميذ اللي يهبطوا لنا من فوق. شكوا الضغط على سيدنا. اما لا هي حاجه بكري المدارس يعطوا 3 6 9 12. هذا المشاريع تاع الدولة. كان 3 6 9 12. ايه. أقسام. أقسام. لانتيتولي يجيك المشروع قال ابني 12 قسم في البلاصة الفلانية، ابني 9، ابني 3، ابني 6. يمشوا بالثلاثة. أنا قلت لهم خلوني أنا نتصرف المؤسسة. قال لي مقاول الله يرحمه اسمه القربة اللي بنى لنا الغوص تاع المرشي. ايه. أعطيني المشروع وندير لك 16 قسم. نزيد ربعة من عندك. 12 نزيد ربعة من عندك. نزيد ربعة. أما لا ذاك الوقت علي زرقة الله يرحمه مدير المقاولة وعنده العمال ياسر قال لي يعطيك، قلت له راه ودي بنينا واحد 16 تهز بني 12 المقاولة قال لي يا ودي، قلت له قال لي نزيدك نعطيك 14. ولا قول له 16. لا 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 لا. أنا شفت الدولة أولى من الدولة أولى. أعطيته بناء هي هذوك الأقسام ما عرفتش الوزارة عاد حايرة فيهم. منين جاوكم ذي الاقسام؟ كي نبعثوا لهم يقول لك كاتر كلاس يقول لك هما 12 قسم ولا 14. عاطيك مشروع تاع كيف ديروا لنا 14؟ قعدوا دايخين فيها. منين جاني مؤخرا الوزير قلت له قال لي كيف 14؟ قلت له من عندي انا لازم من عندي. راه مؤسسه لاباس عليها. احنا ما نديروش في الجيوب، نديروا هي لازم الخدمه للمصلحه العامه. العامه. الحاج محمد نسالك الان سؤال حول مسعد، كيفاش كانت المعيشه في وقتكم في مسعد هنا؟ معيشه هادئه. معيشه ايه. معيشه طيبه كانت بهدوء. والناس مشواه مش متعطشه. اللي يعود عنده قداه ما خممش عشاء. دوك راه عاد الله غالب. الله يلطف. إذا المشاهدين اللي يشاهدوا فينا إذا كان هناك سؤال نطرحه على الحاج محمد نحن في الانتظار. الحاج محمد من التعليم إلى السياسة، كيف كان دخولك إلى السياسة؟ كيفاش حتى دخلت السياسة؟ كنت أسقر مناضل في جبهة التحرير. أنا أول منخرط من الشباب 67. عندي البطاقات حتى نجات العشية السوداء. عندنا كي نروح للميدان قال كبار ماهوش حاسبيننا كاع. في 75 بديت الترشيحات. فلا نترشحوا قال لي ما كانش. انت واش على ترشح واش صغير؟ قال كبار. قال كبار. وهكذا وترشحت. ترشحت ورحت ساعتها يدرسوا الملفات المحافظه تاع حزب جبهه التحرير في الجلفه. واللي يجي واحد من المديه ما كانش محافظ، يجي قا واحد
نعرفوا في المديه اسمه كرداني مصطفى الله يذكره على خير الله يعني. هو مكلف بالشبيبه لينجيا بكري. ملي رحت ليه قلت له ودي رانا ترشحنا وراهم ما حبوش يقولونا. قال لي رحت له الشايب الله يرحمه. الشايب الله يرحمه. يتو رفيق معايا. قلت له رانا ترشحنا وما حبوش يقولونا. قال لي انت هات ملفك وانت الشايب روح كل تفصيله بيا حامي وروح لعب. نح واحد من القائمه هذيك اللي راح تاع الاخبار وداني انا. دخلت معاهم من 75 وانا دخلت كجوامير ولا لا عضو عضو في البدايه في اي موضع تاع القاسم السيد القاسم 75 بعد الشيخ طاهر الله يرحمه بعد ما ولد عشان قال لك ميدو سال mon grand-père que Dieu le protège et prenne soin de lui et que Dieu prolonge sa vie. Il dit Amin, amin. Le Hajj Mohamed, maintenant, Hicham Nijma, c'est le Hajj Mohamed. C'est le Nijma Hicham. وراني نسرج قال لك اسمع اذا نسرج اسمع اذا الحاج محمد دخلت البلديه في اي مجلس واي عهده في عهده السيد القاسم الله ربي يطول عمره وين السنه وين السنه 75 75 حتى 79 79 ومن بعد زدت تواصلت مع السيد احمد الله يرحمه احمد الرقيق ربي يحفظك الحاج محمد سولوا عليه وسولوا على علاقة بالروينة ولاد سيدي ناجي بروينة ولاد سيدي ناجي ايه خلاص فهمتها ما تقدر تجاوبوها من الرقية علاقة يقولوا انا راني مسمي على اكبر ناجوي على سي محمد الطاهر الشيخ النواجي وتفصيل اللي كلا فيه عام 49 راه موجود وكلات منه العجوز عند الله عطاها الروينه انا سعد مين الزايد وقالها العام الاخر يجي يطفل وسمي عليا اخي انا يقول لي محمد طاهر لهزي الحسين تحيه الى الحاج محمد ربي يطول في عمره ويستاهل كل خير ولكم الشكر موصول على جهودكم الحاج محمد نعود الى البلديه المجلس كم كان عدد الاعضاء في المجلس تاعكم؟ المجلس العهده الاولى 25 عضو 21 عضو يرأسها السيد القاسم اي ومن بعد سنتين جاء زرقوط المصفى زرقوط المصفى كرئيس بلدي اي واحد ما تخرجش عندما نتكلم عن الـ عن الـ عن المجلس كيف كانت طريقه انتخاب المجلس؟ المجلس كان اذا ما كانش يديروا له دعوات باش يجي يحضر المداولات ما يجيش ما يجيك حتى واحد كل واحد قابل بلاصه ما يدرك كل عضو يحكم كان الهيئه التنفيذيه رئيس البلديه واربعه نواب معاه هذول اللي يجوا باستمرار المداومين تاع القاشي الاخر ما يجوش كل واحد له بصوره لكن رئيس البلديه دائما متواجد بالطبع هو الاوردوناتور هو المسير طريقة انتخابكم كان عن طريق القائمة قائمة واحدة والخط والخط نعم اللي تختاروا ديروا اللي ما تختاروش كنت حدثتني في يوم من الأيام أنه أخذت عدد كبير من الأصوات في إحدى الانتخابات هذيك الموند الأخيرة تاع 84 90 هذيك كان هلو فرحات وانا معاه المدينه عدد الاصوات اكثر اصوات كانت الجلفه تابعة لولايه طيطي ذاك الوقت لا في وقت سيدي القاسم وقتها كنا تابعين هناك ولايه طيطي حتى ال 74 74 جات كان تقسيم الاداره الجديد سيد تبون الرئيس الحالي كان اول امين عام تاع الولايه تاع هو الوالي زيداني الله يرحمه النووي محمد قال لك سلم لنا على الاب الروحي لسيدي ليت ولد نايل
هل انت فعلا الاب الروحي لسيده ولد نايل؟ انا الاب الروحي النبوي تاعنا عندما نتكلم عن الحاج محمد، عندما مصطلح الاب الروحي، ما المقصود بالاب الروحي هنا؟ الاب الروحي توجيهات نصائح ارشادات طيبين ثاني هم يعاملوا الناس ثاني. هشام بالمداني الاب المجاهد الحاج محمد، لا تنتهي عنه العبارات، لكنه رجل من رجال الولايه كامله والوطن، الله يطول في عمره ان شاء الله. تحياتنا للاخ هشام. كيفاش كانت العلاقه في داخل المجالس البلديه في وقتك؟ كيفاش كانت العلاقه؟ كانت علاقه طيبه ومنسجمه، ما كانش ولو يعود كاين مناوشات حديث صح تبرز انت، ما كان حتى المناوشات داخل المجلس خارج المجلس في المداوله بصح البر ما دير ولا تعمل ما كانش ثم يقولها به الداول يعود وجهه نظر كل واحد وكل واحد يعطي وجهه نظر مش فوضى. تقلدت نائبا في المجلس؟ كنت انا رئيس البلديه لكني وقع فيها سكوس سدد نائب اول وسلك الدعم وما حبيتش نبقى معارض. انا ما قلتش، قلت ما نحسش السبه في افساد مسعد، وكان حبيت ندير مشاكل ما تمشيش الامور. قبلت بالوضع وبقيت نائب اول والحمد لله خرجنا لاباس علينا. يقول الأخ يوسف الفرق بين المجالس في وقتكم وما يحدث من انزلاقات اليوم. قال لك الفرق، ما هو الفرق بين المجالس في وقتكم وما يحدث من انزلاقات اليوم كما رانا نشوفوا اليوم؟ ايه. قال لك شو الفرق بين وقتكم والوقت هذا خاصة في المجالس؟ قل له السلام عليكم، قال له السلام عليكم، وثانيا يقول له راه الناس ولات المادة هي كلش، كانت الناس مش مادية. في أي سنة قلت لي تعاملت مع السيد أحمان كذلك طاهيري رحمه الله؟ 79 84 هذه الموندة 79 84 اللي جات بعد تاع السي الحاج بلقاسم وزرق المصفى. خدمنا بصح الأعضاء زادوا 29 عضو ولا من 21 ولا 29 ولا 29 بن حنا عبد العزيز سلامي الحار سلامي الحاج تعرف محمد بن العايب ولا ولك المثل. تحياتنا للاخ بن حنا عبد العزيز. الحاج محمد هل هناك امل في كي نشوفوا الان الوضع؟ نحن نسمع على المجالس السابقة من مثلا من التسعينات ليه لما احنا كاين مجالس ما شفينا لهاش، كاين مجالس نسمع عليها قبل بالخير، نسمع عليها الكثير والكثير. كيقول لك شخصيات مرت عن بلدية مسعد، في رأيك أنت من هو أقوى شخصية مر في رئاسة بلدية مسعد؟ أقوى شخصية هو تجاني معروف شايب تجاني، هذاك وحده اسمه مير لو مير دي مير هو الشيخ الشيوخ هذاك. انا عندي محتك به انايا ولو كنت صغير متحامى مع الوالد تاعي محتك به انسان نزهته ما مشاش. تعاملت معه؟ لا لا تعامل انا كل التعليم تعاملت انا وياه. هو كي يرفض واحد ما يقبلوش خلاص يجي شاب دو بريغاد مثلا ما يلاقش به يخرجوا نتاع الجدارمية يخرج يخليه. مثلا المعلم ما ينصبوش، قلت لي التنصيب تاعنا ينصب لنا المير هو اللي يدير لنا محاضرة تنصيب، كي يقول ما ننصبش. وش اللي تغيرت عندما نسمع كيما شخصية كيما شاب جاني الله يرحمه، كي نسمعوا شخصية كيما هذه الشخصية ونشوفوا حالنا اليوم؟ وش شاب جاني شوف انت ما تشفاش انت تشد رايح لدمت الشارع ذاك اللي تحتاني ذاك كانوا بحاير كح وخدمين كاع بالطوب ما نعم ما كانش اللي يبني بالسيما ولا بالحجر ما نحد جاني. علاه؟ يحافظ على البلاد، الماء كيصب المطر
يجي من الجبل ويجي هابط البحايه كي يجي حي بتاعته بيطيحوا يطيحوا ايه ويعقب الماء للواد دوك عادوا يبناوا بالبيطو عاد كيجي الماء تولي الطريق مثلا الطريق سعيد هذيك فيها بطين ما ما انسان هو مفكر هو لا خسان دوك تاع تاع دم دوك اللي انا كنت في دم اللي كان يبدا تاع الحجر دوك وما سومتهم يقولوا ثلاث ملايين للغصب ب 400 مليون ما يتبناوش الحاج دالباك يبلغك السلام شيد سليم يبلغك السلام كذلك بورزق احمد يبلغك السلام الحاج محمد العايب من قامات مسعد المفروض على اعضاء المجلس البلديه الحديثه ان يكون مرجعا لها في العمل لو ارادت ان تتعلم لانه صاحب خبره في التسيير الاخ يوسف لطرش لو خيروك اليوم بين الترشح او مسانده قائمه انتخابيه هل تستطيع تزكيه اسماء من اجل رفع التحدي؟ بالترشيح لا ترشيح لا وشنو يخلص؟ انا ما نقدرش نترشح ماذا ينقص الحاج محمد انه لا يترشح؟ ماذا لا 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 الوضع الحالي ما اولا غوفرني مع في المقاعد تحكم دوك ما كانش لا قدر لا حنا بكري كي حنا من البلديه كي واحد العيل مثلا واحد ما يتعناش واحد مره في الوقت من الاول نروحوا للبيو ولا الخو الكبير ولا حنا نقولوها له يجي يستسمح بصح درك راه ممكن الوالد يقول له روح دير فوضى باه تدي لوجمون ولا روح دير فوضى باه تدي هذه كلها راه مخيرات كاينه وباه يقول لك كلمه ثاني كبيره ما نتقبلهاش يكون بادب هل تساند قائمه اذا كانت قائمه انتخابيه اذا كانت قائمه في المستوى المستوى انا مش بعيد القائمه كاع لازم يرجعونا للخط تاع قائمه يعود فيها واحد زين دور عليه ولا زوج يحتموا لك معاه هكذا واحد كيعود الخط تحط على ذا وتخلي ذا إذن أنت مع الطريقة القديمة للانتخابات الطريقة القديمة ونجموا حتى يدمجوها مع فيها أحزاب في قائمة واحدة والناس تخطط ما رأيك في العدد الآن مثلا مسعد 33 عضو البلدية الأخرى كان 19 كان 15 هل العدد هذا راه ما عدد فتح الدولة هذه تخلق فوضى في رايك مسعد كم يمكنها من عضو باش يسيروا البلديه في رايك كم عضو مسعد حاليا راه بكري سيد حمام 29 كانت بلديه مسعد فيها خمس بلديات كانت مجباره تدرحها البندول قطاره والعظام كاع كانوا تابعين ليها 29 عضو بصح دوك بلديه مسعد 15 30 15 يكفوا مسعد 15 21 على الاكثر الحاج محمد الان كما نعود بك الى قضيه التعليم كان التعليم الاساسي انجح من التعليم الان المنظومه التربويه تغيرت المنظومه التربويه تغيرت فيها الكثير من الاشياء منها مثلا اغلقت المعاهد التكنولوجيه كان هناك المعلم عندما لا المعاهد التكنولوجيه اغلقت عم داروا دوك المدارس العليا تاع الاساتذه لوينس زني عاد عوضوها مش اغلقت خلاص كان اللي عاد كاين تكوين الاساتذه تاع الابتدائي والمتوسط والثانوي يقراو زين لاباس عليهم لكن في من الجامعه الى المدرسه مباشره بدون تكوين هذه لا هذه التكوين مليح عبد القادر العرافي يبلغك السلام تعرف عبد القادر العرافي خالد هلوب قال لك صحيح الطريقة القديمة أحسن بمراحل هو يقصد الطريقة تاع طريقة الانتخابات قال لك أحسن من نعود بك الآن إلى أهم الشيوخ الذين مروا على بلدية مثلا عندما نأخذ رؤساء الحظائر البلدية اللي في وقتكم أنتم اللي شدوا رئيس حظيرة في البلدية وينه؟ هذا حاضر الحاج بلقاسم الرمان الله في عمره
حسن المخرس لازو وحافظها حفاظة وحسن مفيد نزهته وحدها مش البارك احنا جينا للبارك نلقاو صابون تاع أمو تاع بكري داس اللي مفقود وقصه جات أزمة تاع الروض البارك عندنا مليار روض وفناطراك ما عندهاش روض يا حسن وأنا كنت في البلدية ونخدم كروسي جيت قلت له لحد بلاصه عطيني روضة عندي روضة قال لي والو نعطيك الصوار تروح شريها من عندي وما تديش روضة قال لي تخرج روضة هذا الروض كل يخرجوا يتبعوها ولقيت عبد الحق الانسان كي يجي حاجة هو حديدة يقال زعبة يديها للبارك يدخلها للبارك ما يلوحهاش ما يديهاش لدارو يجيبها للبارك. أحد المشاهدين يسألك عن كيف كانت تجربتك في الثانوية في مادة الإنجليزية. قال لك كيفاش كانت التجربة نتاعك في مادة الإنجليزية في الثانوية. ثانوية قريت فرنسوية أنا. فرنسية. ثانوية نتاع الحاجي. إيه. قريت وقت فرنسوية. فرنسية. احتاجوني قريت وقت. من جبتها التويح راه عندي. التويح بربور. بربور. التويح بربور. أنا خالو أنا. اللي خالو أنا. اللي خالو أنت. أحد المشاهدين يسأل كذلك قال لك ما هي النصيحة التي تقدمها للجمعيات الخيرية وأنت من أهل من الخيرين في البلاد؟ وش تقول للجمعيات الخيرية قال لك؟ وش يقصد الجمعيات الخيرية؟ الناس اللي تدير في الخير تاع المساجد ولا جمعيات خيرية؟ لا لا اللي يديروا في الخير كاع الجمعيات الخيرية تدير في الخير دروك بصفة عامة بصفة عامة ايه لا نتمنى لهم النجاح والتوفيق يخدموا الخير بقى يديروا الخير وراهم كاين يجب يروحوا للناس اللي راهم منسيين في المناطق اللي راهم كاين اللي محتاجين كاين اللي كيفاش كان طريقة توزيعكم للسكنات في الوقت نتاعكم؟ هذيك حاجة هذيك نحلوا على السكنات انا نقرب عليهم نقول ما نروحوا للسكنات في اي سنة؟ 87 87 ايه وياسر اللي ما داوش يقول لي عندنا ما ندوش ياسر لي ما رفضوا لي المفتاح يتعفوا من عندهم خلاص متعفين عييت فيهم كاين اللي بلا ما يلف فكرتهم رحت لهم قلت لهم هاك بدو عادت واحد عادت الناس تعاند ذاك الوقت يروحوا يطلعوا الباطيمات يديروا المعروف يديروا الروينه يديروا وكاين اللي يغدروا رحت لنا نعطيهم المفاتيح هاك المفاتيح ودرك الله يهديهم الان الطريقه التي عندما نسمع كثيرا كنتوا توزعوا في المفاتيح في الشارع الان نغزروا طريقه دراسه الملفات وتكلف بها الدائره هل الدائره فعلا اهل باش تعرف رئيس الدائرة اول ما يعرفش اهل البلاد ما 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 يعرف لا المحتاج هو لا ما هو بحقه سعود حقه سعود ناس من اهل المسعد نزهاء اللي يعرفوا الفقير وحق مثل الأئمة يشاركوا الأئمة يشوفوا لا محيطهم هذاك راه ما عندوش ذاك راه يتلاوى ذاك اللي عنده حبيبه في اللجنة يدي واللي ما عندوش حبيبه هذا كارثة والله هذا كارثة وكاين حوايج أخرى لا تذكر ما وأحد المشاهدين قال لك نصيحة تقدمها كلمة دي لممتهني مهنة الصحافة قال لك شو تقول للجماعة اللي عم يديروا في الصحافة وين الصحافة الصحافة الوطنية ولا الصحافة المحلية كاع الصحافة وخلاص عموما كيفاش لا 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 ما يظلموش يقولوا قال الحقيقة نقل الحقيقة نقل الحقيقة ما يعودش غي صحافي يعود غي سي محمد عثمان قول للسي محمد نصيحة لهذا المجلس مسعد قول الله يديم الخير آمين على مكان متابع آخر يقول قال لك ما هي سقسيه على حال الثانوية حاشي اليوم
ها ودي يقول له احنا تلاقينا بقى ما نمسوش الاسعار. ما عندناش احنا احنا نتكلم ما مش كما كانت فعلا مش كما كانت. كل حاجه تغير ده مش كل كل ثاني ثاني الحال اللي كان فيها طياب اللي كان جانا من الشير ذاك العام والشيخ الحسين والى اخره مش كالثانويه الحاليه. مش فاهم ذوك كل الثانوي كل الثانويات راها تبدلت من لا لا هذوك كانوا اللي اسسوها. احد المشاهدين قال لك كيف تم التقسيم الاداري 84 على حساب بلديه مسح؟ قول له يا ولدي راه فيها عده عوامل. ممكن فيها حوايج لا نذكر الاشخاص ما لا الاشخاص لا نذكر الاشخاص اذكر العموميات. اولا داروها اشخاص وكل واحد عاد يجبد لجهته. ذاك الوقت الدولة فتحت وكان حبينا وكنا في ياك الحانية نديروها بلدية. تامدي نديروها بلدية. بصح على غالب ما كل واحد دار جهته. زي الحسين قال لك كان الناس قانعين والمسؤول في مكانه. هذه عبارة من مربي آخر. تحياتنا للأخ زي الحسين وربي يشافيك إن شاء الله ويعافيك. آمين. دائما اسمح اسمح الحسين بطيته ولا لا 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 ما رحش ليه طلعت عليه. ممكن الحاج محمد تذكرنا بعض التلاميذ اللي ياك درست والعم الان متواصلين معك اللي قريت منها في المتوسط في كاع في الابتدائي خالص احمد هذا الابتدائي بالجلفاور هنا 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 في مسحت نبدا لك بدمن سعيدي احمد بن بكر تعرفه سعيدي استاذ الرياضيات نعرف الهذيل محمد تعرفه الله يبارك الهذيل سليمان تعرفه ايه الهذيل سعيدي احمد بن محمد سعيدي ما تعرفوش هذا معلم ذلك زيد الهذيل الداوزي تعرفه نعرفه زين هذا زعما من التلامذه تاعي الاخر هرمس عيسى اللي راه كان في الميريكان يا رعاينا طويلة الهزية العطر والزمج الله يرحمه الله يرحمه خوه الطاهر الهزية الحبيب إلى القائمة طويلة الحاج محمد هذا مدمد هذه أدمد إي أنا المتوسط نحكي لك على بن قويدر أحمد نحكي لك على تواتي أحمد نحكي لك على حليس أحمد اللوي الله يرحمه صلاح الدين الله يرحمه باقي المسعود زدارة بن يامن هذو كاع كانوا تلاميذ زدارة بن يامن كان تلميذ عندك اي كانوا قاعد بطيتو ولا بطيتو زدارة بن يامن خرج احمد بطيتو ولا والو تعود بطيتو زدارة بن يامن ما غا ساعة نسد عليه زدارة بن يامن خرج احمد ياه بن مايدي محمد سعد الطوار حافظ احمد لا لا هذا نحكي لك المتوسط ذاك راه عبد المتوسط بن مهدي محمد نعرف سعد الطوير الله يبارك ابراهيم خالد ربي يشافيه ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله طويله جدا الله يبارك. يسال احد المشاهدين قال لك هل تقبل تراس مجلس الشعب البلدي لو طلب منكم؟ بشرط بشرط عندي شروط ممكن تذكرنا الشروط هذا ما يضمن الشروط إذا الحاج محمد يقبل رئاسة البلدية لكن بشروط إذا ممكن تتصل به يقول لك الشروط. وكيف تم رفع السجلات من الحل المدنية من بلدية مسعد الأم مسعد إلى البلديات الجديدة؟ كيفاش تم رفع السؤال هذا راه مشاهد ويقول وكيف تم رفع السجلات؟ قول له قول له قول له ولات دخلت العروشية سلمانه ولاد العوض. سيد رحال ولاد هيم سالم. ولاد طوبه. ما عدا قطاره اللي ما عندها سجلات خاصي هما الاخوه سجلات الفايض. الفايض. ومو العظام هني ما عندها سجلات. كاع تابعين للفايض ضد السجلات تاعها. راها ولات عرفيه. وبقاو مواليد مسعد اللي زادوا في مسعد بقاو سجلاتهم هنا. حتى راهم من العروش هذو اللي راه. هذوك
يسموه ريجيست ماتريس تاع الحل المدنيه الاولى. مشاهد اخر يقول واش رايك في معلمي الفرنسيه والمستوى التعليمي في مصر؟ معلمي الفرنسيه ها الاولين خرجوا انتريت واللي مات الله يرحمه وجيل هذا الجيل فيه كاين حتى راه مستنجدين معلمين اساتذه مش منا كاع باش راهم يجونا من بجايه ومن من سكيكدا ومن وهران من قسنطينه يديروا يقروا فرنسويه معلمات هذا. العربي السعداوي يبلغك السلام. ربي يعافيك. العربي السعداوي كان خدام عندك في سمن العياش. سي محمد بن بشير بن رابح بن البشير بن رابح مون امي دو لونغ دات. هذا واحد صاحبك هذا مش سبتي يقولوا له زيل ابراهيم له زيل. له زيل. ايه ابراهيم جد. ابراهيم له زيل. عارفه من خو مصدق. مصدق تعرفه تعرفه. قالك ابراهيم الهزيل الشرط الاول ابراهيمي الهزيل نايب الاول عبد الحميد بن سواف يقول لك السلام الحاج محمد. سي محمد العايب ربي يحفظه بلغنا له السلام وصل سلامكم جميعا وصل وصل السلام. الحاج محمد انا دائما يهمنا في كثير من المواضيع أن الشباب اليوم فقد الثقة في المجلس البلدي فقد الثقة الشباب تكلموا تلقى معظم الشباب عندنا هنا خلاص ما قواه كره تعب تعب ما كانش حوايج ملموسة اللي يشد البلدية نهارات الأولى كنا مثلا رئيس البلدية الحالي نهارات الأولى الماء كل يوم يغسل في الزقة يغسل يردوا في حسن في الصلاح هكذا حبس دع مش هذه الطريقه اسم المداومه ديرها بلديه وراح يدخل على نظافها ويدخل على تهيئه انت مقاوله ولا فساد البلاد وراح ما يلقاوش عليها حاجه ولات قبار سكرها منا سكرها على طريق الفايض ورفد الماتيريا تاعه وراح راح خلى عليها هذا كارثه هذه وراها المسؤولين تاع البلاد حتى برئيس الدائره اللي كان يسمع فيا مش حاب كاع مع البلديه الام راه داير على اربع بلديه خمس بلديه المسعد هاملها طول كاع ولو يسمعني. تحيه من عبد الرحمن وعليكم السلام فتحي يقول له فتحي الساحي ربوع الساحي من حسي بحبح يقول لك السلام. عباس عباس شداد عباس شداد راه في الخارج بروفيسور عباس شداد ربي يحفظك ويمتعك بالصحه والعافيه سلام حار من السويد سعدنا برؤيته ربي يرفد علينا هذا الوباء ونشوفكم على خير. شكرا سلم على الدار. تحياتنا للبروفيسور عباس شداد من مسقط راسه مسعد. كذلك هناك شيء يقال له السير الاخضر السير الاخضر لبلدية مسعد في هي مسعد راه متركب متركبه لا اربع سيور سلسله جبليه ونتاع بني ونتاع بحاير والواد تلقاها كاع مقسمها اربع السير الاخضر مش كاع السير الاخضر، السير الاخضر على الفوق واد مسعد هو اللي راه يمتد من الحنية تاع ولاد سالم حتى للمن هذاك السير الاخضر راه كاع تحت كيما تحت السبيطار هذاك يسموه السير الاخضر. تحية من عبد الرحمن بن الحاج موسى زدارة الله يرحمه صديقه قال لك عبد الرحمن بن الحاج موسى زدارة ايه عرفته حجم وذان عبد القادر سي محمد رجل من عمتي الله يرحمها بلغوا السلام والسلام موصول لكم جميعا. بارك الله فيك.
ابراهيم الهزيل السي محمد. انا يا ابراهيم واش راك؟ تحياتنا ليك. ابراهيم الهزيل يا سي محمد، تكلمنا عن غابات مسعد، كانت تدر لسوق مسعد بكل انواع الخيرات، خضر وفواكه. كانت خيرات سكانيه مش هذه كانت، وكان حاليا حتى وراها بقات على حالها، ما تكفيش الاكتفاء نتاع البلاد. هادشي راه واش راه زاد الله يبارك، فايت 140 الف 150 الف ساكن. بصح هذا الحق تبقى النزهه، تبقى الترفيه، يبقى الوعود الواد نقي، يجوا حتى هذاك المصارف على المياه القذره، يبدوها وعود الواد نحوسوا فيه، نمشوا فيه بالحباب. دوكا ولا كاع نجاسه. بالخير بالناجي يبلغك السلام من العاصمه. بالخير وليد علي. وليد الحاج علي. الحاج محمد، انت مثلا كي تنزل دروك تدور دوره في الشوشه، في هنا في البحيره هذه، كيفاش البحيره هذو نتاع الشوشه؟ واش الاحساس تاعك؟ هنا خاصنا كنا في اللجنه نتاع الصحه، واللقى من الفوق من راس الماء لدمت، وحنا نمشوا على كرعينه. كانوا الناس يخدموا في الفرصه يديروا في الموتورات في الواد، ويسقوا في الخضر بالزيكو حاجه. ما لا درنا المحامله كل نحينا على ذيك الموتورات، نخافوا على المرضى، المواطن لا يمرض. هذه مشاو عاد كاين الزيكو. كان المسؤول تهمه صحه المواطن قبل كل شيء. بالطبع.